الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، صحابي قطبنات عبد الله ابن جحش، عبد الله ابن جحش ونيك أغري اللغم عابي أمير المؤمنين، أول من دعي بأمير المؤمنين. waxa aanu saxaabigan ka ogaan doonaa waxyaabo badan inuu usuub kow ka ahaa, say maanta u dhahan a man of firsts, kii ugu horreeyey howlo badan oo cid kaga horreysay aanay jirin baa iman doonta biidin illaahi subxaanahu wa tacaala. Wa cabdullaahi ibnu jaxsh uu kow uu ka ahaa ilaa dabcan 7 iyo 8 inay gaaraan waa laga yaabaa. الصحابي الذي نسوق عنه الحديث الآن وثيق الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابي قال أنه هذا شيء كديسة يدين سوى تبين دون نايد وحانين حرير آدي أدو أدك لله رسولك صلى الله عليه وسلم، واحد من أصحاب الأوليات في الإسلام. هنا كم يدي ضدك الصحابة لأه oo waxyaabo badan ay kow ka ahaayeen, yani cidna aanay kaga horreynin. Ninkii ugu horreeyey waxaa qabtay, ninkii ugu horreeyey waxaa qabtay, inuu sidaa ahaana waan ogaan doonaa. Fahuwa ibnu cammati rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam. Kow waa nebiga sala allahu calayhi wasalam, nebiga eedadii baa dhashay. Wadalika lianna ummahu umaymata binta cabdilmutalib, maxaa yeele hooyadii umayma إن عبد المطلب أهيد كانت عمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام نبي إدري أهيد مركو أميمة بنت عبد المطلب أي النبي أو أهيد إدوا أهيد إسنا وحاد بشي أميمة بشي هل كان مركا ودري مكرتا حرير كقوات. وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي سيد دقين نوأها. ذلك لأن أخته زينب بنت جحش، محال ولا شيء زينب بنت جحش أهيد، كانت زوجة النبي الكريم وحي أهيد النبي صلى الله عليه وسلم أفدي سي هو نبي سي أهيد، وإحدى أمهات المؤمنين ومنين تهو يوين كود ميت كم إذا نوايا أهيد الدوحات هي ستا كو إنو نبي صلى الله عليه وسلم ألكا حري لها أو وبمعنى أيد نبي أيدري بعد الشيء. ومد الله بعض النبي سيد دقين وها، وهو أول من عقد له لواء في الإسلام. وهنا هنيك يقول على اللودي بي بنديرات، يعني ما كان مقشد فلان عقد له لواء بمعنى عيدا بهاللودي بول هنيك يقول عيدا لقدون سيئي واللي يري أداء بندولك أما وأذان كود بعيدا ككن وها. وهو بعد ذلك أول من دعي أمير المؤمنين، تايتل كانت بقشان أمير المؤمنين، مؤمنين تأمير كودا قفكي يقهري لو يرين وها. إنه عبد الله ابن جحش الأسدي نكا مركا في أسد مكسو جيري مركي واحد فهم إس عبد الله بن جحش إساقي النبي كحرير كدحي إن الحرير كدوان أها كي كلا سحابة وكلا دحي وحد دريم بيسا إن مركي واللو آمنه والله من دون طائية فهفاصا ciidan in loo dhiibo iyadoo ay goob joog ay yihiin raggii kale rugcadayaasha ah saxaabata rasuulilahi sal allahu calayhi wasalam, iyadoona mudnaanteeda ay leedahay in la sheego in la siiyo laqabka kan ah amiiru lmu'miniin, uu ninkii ugu horreeyey uu noqdana iyadoona markaa ma sahlana in walaashiina ay noqoto ixda ummahaat almu'miniin, bimacnaa ninkan marka nin culus buu ahaa. Aslama cabdullaahi ibnu jaxsh قبل أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم ابن الأرقم. هو إسلامي عبد الله أنتو سنبقى قلين الأرقم من أرقم دار تيسي حلقة وضع الأرقم من أرقم وامال يغ وإنت إسلامك أمو باهن أشوك أدنك أوها وليس قرقريني ولا بقي إن لأقاذه ذاتك المؤمنين تأه مال يرو xoogaa ay isaga tukadaan ba ahayd. Yacni halkaa marka qofkii yidhaahda ama haddaad maqashid taariikhda hebel wuxuu islaamay daar al-arqam
دار الأرقم من أرقم كهر بو إسلام معنيه ذو حيتهج فكان من السابقين إلى الإسلام وهذا في أجور الإسلام كصوغ على مركة مركة هل كان وحكم إذا هذا في أجور أهل استيج إسلام في قاتي أو قلال أنا كإيمان. ولما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه بالهجرة إلى المدينة مركي النبي إدمي صحابة إن يهجرونان حق مدينة منورة فرارا بدينهم من أذى قريش يقول دين كودة كلا أردية أذيد يدبك أي قريش أي كهيان. كان عبد الله بن جحش ثاني المهاجرين عبد الله بن جحش هنيك لبعض هجرودي إذ لم يسبقه إلى هذا الفضل إلا أبو سلمة عتك لو كجه الرئيسي فضل الهجرة ما ينجرين إلا أبو سلمة. ولذلك أبو سلمة هدوس ماشي جوجي لهي هجرة نمبر 1 مقادلة يعني هو ماشي كلية أو جول أو سيجي ونمبر 2 ونقضي وأنا باب الهجرة مركز الجوجي ما سهلة. أبو سلمة هل الشيء جيو وعبد الله ابن عبد الأسد وره هلالها نخزومي أها قرشي أها ودكي وجهر الإسلام كصوغ علي أها النبي صلى الله عليه وسلم حق النجمة كلا ولا لوبي ونيكو أم سلمة جورسلي كدبنا ما أركتي وقدم بين النبي صلى الله عليه وسلم مركي وسجو الجيريو النبي جورسلي روح كل انت المدينة منورة مركي وطبعا بدر وكسر الله تكذب إذا وين إمام دون تاريخ بإذن الله سبحانه وتعالى أبو سلمة وفاح فحسن الضبا أبو سلمة كجهر ريبس لكن وهو أهنيك اللي بعد هجرودي إذا وحن فهمي كرنا صحابي قال لي يا هاي وهو كم لها من الأوائل ذات يجور في باكورة الإسلام ذات الإسلام كصوب قال هل كان مركي وحكى لك صباح تجربة إن ولصو قيب سدي معاناة كي لباتي مركا جستي أي صحابة أي سو وجهين يختستي مركا ماشي جستي لفظي ودورتي كاتب كعجائب كي سولي ولما أذن ولما أمر معهم halka marka waxaa ka muuqata saxaabadu inay aad iyo aad iyagu caban jireen oo dhibtu ay badatay hijraduna iska dhaqaaq ma ahayno yani macna in adin idin ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaqiisa u ka yimaad markii idin uu yimid kadib bay marka dhaqaaqay ala anna alhijrata ila allahi wa mufaraqata alahli wal watani fi sabilihi lam takun amran jadida ala abdillahi ibn jahsh nin kan abdullahi ibn jahsh allay saxaabigan jaliilka ah kumayan cusbayn إن ودد إلهي لو هجروه وأهل إيو وطن با إلهي درتي لو فارق وحكو عصب ماهن يعني الهجرة إلى الله نكما عصبا إن وأهل كيسة إيا ديغان كيسة إلهي درتي وغرتك وحكو عصب ماهن فقد هاجر هو وبعض ذويه قبل ذلك إلى الحبش إساق إيو وكل قرابة دي أنا هذا كهر بيوحي آذين الحبش مركة مركي هجر الله الشيخ عبد الله نجحش فروب مركة وصوارك الهجرة ذن ضمبة المدينة المنورة راح كهري تي إلى الحبشة حقا يأديس إمالها ملك إثيوبيا العادي وهي المؤرخين تو ولي رج صومالي عاد دوري ورونتي بونتي جود مال مري وحي كود دوري يعني إن إسلامكو وجاري صوماليا كهر إنتو سنة المدينة المنورة جهاري حال معقول ما هم بيليهن إن لو هجرت إلى الحبشة وبضع إمالها لما رو صحابة الرسول له الدعوة حمبارسن والدين سيدا إن ميل دو كسر لابتان إيادة أو إثيوبيا إصومالي هالك إسكو جيران اللي أجيه معنى هذا واحد يتاه إن الحلقة اللوك صومريين مدينة مرضم إسلام كوسو قارب إليهن وبوينت رنتي حوقي سلاح مركبة تحليليو لكن هجرته هذه المرة كانت أشمل أوسع لكن هجرة ضمبة وأيكدو نيتي هرأو وأي كا جودة بلارن تهاي كان واسع سن تهاي أو سيدة فقد هاجر معه أهله وذووه مركا كان أهل كي قرابة دي ورنبا لهجروه وسائر بني أبيه رجالا ونساء وشيبا وشبانا وصبية وصبيات إيو إن الله أنت حقا إيو ما أردت رأى دير كي أها ورق الضمر بأي سجرة دقي دم يرى بأي سجرة المير أو معركة ولي لقبل دبع سجرة فقد كان بيته بيت إسلام وقبيله قبيل إيمان لأن كان قري بيسرح قري إسلام طلق إيرارك وكسر جيدا يوغل المسلمين بيهاية حالة نين وقتها صلى الله عليه وسلم صحابية أو عليس كي مقا أوليه عبد الله من جحش له سورة قلمة إنو هرع وقلو وأنو دعوة دين كان أنو الله ينقل وحامر كيبا موقته
inuu dadaal dheeraada oo runtii xooggiisa iyo xawligiisa leh inuu ku bixiyey, taana ay sabab u noqotay reerka oo dhanba inuu hal mar xaggaa garaangartooda usii jeediyo uuna kusoo dabaalay islaamkii. Halka marka meesha maxaa ka soo baxay? Waxaa ka soo baxay markii alhijra athaaniya la yidhi, hal la hijroodo markii la yidhi, waa dhaqaaq kartaan hadda meesha aada, markii la yidhi ninkii labaad inuu noqday, ilan wuxuu yani bimacna waa nin leh tajrubo, leh experience, leh khibro u leh sida loo hijroodo, wuu garan karaa. Intii dabcan uu meesha uu joogana wuu diyaarsada dadkii markii la hijroon lahaa. Halkan marka reerkiisoo dhan bacid markaa ka hartay markaa mala laga yaabo inta uu jooga alxabasha inuu dhadhamiyey waxa ay dhibtu ay leedahay kelinimada iyo qofka markii keligii marki uu qaloomiyo dhibta ay leedahay inuu dhadhamiya laga yaabo. Kadibna uu ka tababashaysa kolley in la hijroon doono way iman doontaay marka kan idinkoo idayl ah oo wada dhan oo idan kala harin, bal marka kan hijrooda taana inay xisaabta ugu jirta laga yaabo. المهم فما انفصلوا عن مكة حتى بدت ديارهم حزينة كئيبة مركي مكة إيساء وغبحين دارتي إيدقان كإيدقانايين مركي وحاكم مقتي حزني مروك يومال طبعا لوكا لتقي وغدت خواء خلاء مال مرن ولوكا لك عبين مقتي كأن لم يكن فيها أنيس من قبل ولم يسمر في ربوعها سامر وحابت مو دابة ولقيت بإنا لدقينه qof aanu meesha weheshan weligeedna hal habeen xitaa inaanan lagu saamin laylin baabad moodaa. Yacni markii ilaan lalan famila dhan baa wada baxay, dad badan waxaa qaxay, dad dhan oo iswato qabiilo dhan baa qaxday. Yacni marka la hijradan maaha cabdullahi ibnu jaxsh keligii inuu boorsiis inuu jiito qaxay, maaha qabiilo dhan baa marka baxday. Halkaa marka waxaa soo baxay deegaan dhan oo dabayshu saa isaga hawanayso, waxaa soo baxay meel lagu kala tegey. Meeshana marka ay camiran tahay oo bini aadamka uu joogo runtii quruxdeeda leedahay, laakiin marka meesha lagu kala tago waxay noqotay meel marka iyadu marad. walam yamdi gayru qaliilin calaa hijrati cabdillaahi waman macahu xataa kharaja zucamaau qurayshin yatuufuuna fii axyaai makkata. In yar markii kasoo wareegtay hijradii cabdullaahi iyo reerkiisa, markii in yar ay sii socdeen oo meesha ay faaruqeen, ayaa duqaydii quraysh dadkii madaxda ahaa baa waxay bilaabeen inay saa ugu wareegayaan dhammaan degmooyinka maka iyo deegaanadeeda kala duwan, guri guri, yani inay ogaadaan yaa tegi yaa meesha ku haran, ilaan dadku waxay rabeen meesha markaa ka tarxiilaan. limacrifati man raxala canha min almuslimiin, si ay u ogaadaan cidda tagtoo guurtay oo muslimiinta ka mida iyo man baqiya minhum, iyo kuwa halka ka raagay, yani iyo kuwa meesha ku raago oo aanan bixin. wa kaana fiihim abu jahlin wa cutbatu bnu rabiica, dadka markaa dadka sidaa runtii u baarayey, dabagalka ku sameynayey, huminayey inay tageen inaanay tegin, waxaa ka mid ahaa qusucamadaas abu jahl iyo cutba ibnu rabiica. fanadara cutbatu ila manaazili bani jaxshin tatanaawaxu fiiha adriyaaxu saaqiyaat saafiyaat, wuxuu arkay cutba gurihii reer bani jaxsh ay deganaayeen oo dabaylaha dabaylo wata, ciid iyo bus wata, boor wata, oo saa marka u dhabanayo. wa takhfiqu abwaabaha khafqan, albaabadeena saa u garaacaysa. dabcan markii meesha laga kala tago oo guryuhu ay maraadaan oo dabaylu intay timaado dhabato, dabayshuna ciid iyo boor iyo haraas ay wadato, albaabadu markaa saabay u garaacmaya, marka qababacdaas unbaa la maqlaya guryihii cid joogta markaa mara. asbaxat diyaaru bani jaxshin khalaan tabki ahlaha, waxay noqotay guryo marano cidna ayaan deganayno oo maa lagu kala tago dabkayrid ah oo ahalkeeduna runtii guryuhuna ay yihiin guryo u baroor diiqaya dadkii markaa meesha jooga. faqaala abu jahlin, wuxuu yidhi waman haaulaa xata tabkiihim addiyaar, waa kuwa dadka meesha ka tegay oo diyaartu ay u ooyeyso. yani ilan isagaa wuxuu yidhi dadkii way tageen daartii iyo deegaanka ay deganaayeenna hadday iyaga u baroor diiqayaan, markaas yidhi maxay yihiin kuwan aad ka hadlaysoo leedahay, waa loo xiisay iyo waa loo hiloobay iyo waa loo ooyey aad leedahay, waa kuwe. uma ilan abu jahl ba hadalkii xoogaa wuxuu ka dhigaya huwa aday meeshaad ka dhigay maxay yihiin dadka kale, wuxuu u jawaabaya cutba. uma wadaca abu jahlin yadahu calaa daari cabdillahi bni jaxsh, kadibna abu jahl wuxuu gacanta la galay daartii cabdillahi bni jaxsh. faqad kaanat ajmala haadihi duuri waagnaaha, guriga uu deganaa waa guryaha ugu quruxda badan ee uguna ghanisan
يعني guri intuu runtii quruxdiisa uu leeyahay, bilicsiinsa uu leeyahay, haddana aqna marka lagu magacaabo guri wax kasta yaal, wax kasta reerka u baahan yihiin, ama ha noqoto wixii wax lagu cuni lahaa, wixii lagu seexan lahaa, wixii lagu fariisan lahaa, wax walba ilaahay uu siiyey. وجعل مركا إن كان أبو جهل اللي هي يتصرف فيها وفي متاعها وحب الله مركا إنه حولهاس إيوه قريهاس إي أثاث كاس إي فارنجكا وكتقي عبد الله بن جحش إنه صيغ وضانو وكي لأو كما يتصرف المالك في ملكه سيدي قف حولها قف من حولها لها وكالوس وكي لها حاول إنه دائما عبد الله بن جحش ماشي ونحتاجين سيدي مركا مركا أوبارباراني أورك روبي أو هل كان خوغ ربحي هل كان مركا وقاضاني حال مدى قريب إنه ليه مركا هلكا وحكم مقطع باللقاء كم مقطع يعني وحكم مقطع لوتينا كم مقطع إن الله ضو مري قريه راب رابني جحش جارها نقول عبد الله جحش وحسد الصمين وأن كان ليه أبو جهل فلما بلغ عبد الله بن جحش ما صنع أبو جهل بداري عبد الله مركا وركو جار وحال دار تادي وحكو إدارتي نيكي أبو جهلها وأنا كم باللقيست markii warka uu gaaray oo dhagtiisa ku soo dhacay dakara dalika li rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam dakara dalika li rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam isna rasuulku nafsi hadalka u sheego rasuulallahu daartaydi hebel baa igaga dambeeyay waxa ay waxaan waa u sameeyay faqala lahu nabiyyu alayhi salatu wasallam nabiga markuu wuxuu ku yiri ala tarda ya abdallahi an yu'tiyaka allahu biha daran fil janna yahda radi kun qulayn abdullahi in ilaahay uu kugu bedelo daar janno daar ku taal jannada dhexdeeda in ilaahay kugu bedelo tan soo adduunyo maaha wuxuu doonaa ka yar iska daa qaala bala ya rasuul allah ha rasuul allah sidaan u jeclayn qaala fa dhalika lak fa dhalika lak hada daar taa iska daa yani fatabat nafsu abdillahi wa qarrat aynuhu halkaasi nafsadiisi ay markaa ay ku degtay halkaanu ku ilqawsaday oo walwalkii hayeen halkaasuu ka degtay yani عبد الله بن جحش ما عندي كنا قول كان النبي إنه قرانه إنه وصحابي هل كأو جنة كدقي لها في دارة الجنة كلها إساقه هو بأي أنه لنتي لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بأي دار بها هلكا كلها إلهي بها كوكو بدل النبي إنه إساقه الله النبي صلى الله عليه وسلم بها وشيء عن وحيه تاني يدو حكم من دا فضل قار عبد الله بن جحش أقول ما كاد عبد الله بن جحش يستقر في المدينة بعدما تكبدهم من نصب في هجرته الأولى والثانية مركي عبد الله ابن جحش وإن ير كوير النستي المدينة المنورة كدي مركي وصام ريب لبدي هجرة تيكو تيد دم بابا تكبد فلان من النصب اللغة العربية حلقة وضع قف كاسو لب بولك الموي كبد كوا بارك نصب كنوا لبك لبدا كلمة مركي الإسرائيل تكبد النصب أو تكبد فلان من النصب بمعنى تعبوي أدب أدل وقاسة وعانة وأدب أدل ما شاف كده إلى دون لب بدن بس وقاري إلى المر مرنا وجو هذا حق الحبش بل فوجانت إيه قد تعرف هل كي أجرته مرنا وجو هذا المدينة منورة مروا كل جي أنتو كحيسن كرو مروا قبيلة دي لأنه تجلس مروا جوري الله ضو مر وحلا دون لقي يلي يعني قف كم مؤمن كوا دريم كرتام بين آدم كأ تحمل كيس لكن ده كان إيمان باوضع إيمان كاس أي شاك رب ما يأه هدي لكن إمام كاس ماشي أن يجير له وأتكان له القف بن آدم إنه أتكيسته طبعا إن لا صاق حان إن مجا أرجني إن ما أرجتي قف كهنتيدي سوى إن مجا أرجني لبك يحنون كإلا إذا هو فهم كرنا الضوء مركا وحكو درسة مركا عبد الله من جحش ضد كماشة كسر دب كيس أيه أو لقيا ولا ليه ذي الردي وحب إليه وحلو كل دوين أيتها كلمة لا إله إلا الله محال لا إله إلا وأتري نضاف وانتهى كلمة وما كاد يذوق شيء من طعم الراحة في كنف الأنصار مركي إن يربى ودمي راحة لدن كذا وحي تهي وأنصار الهوسبيتاليتي سرب المدينة أدي سرب يعني ويسود وي وحكة سياسية طبعا تاريخ ابن حامد وصل مرة في السيرة مركي النبي والله والله ولا لي هبل هبل با ولا لا هبل هبل با ولا لا يعني هاي وحي قال مركي هاف قاض وهاف قاض وهاف قاض marka dambe inay qaarkood yiraahdaan laba xaas baan leeyahay mid aan ku furo midna mid aan doonto adigu dooro marka cidda baxdana aan ku furo marka leeyahay marka aan ku furo oo marka cidda baxdana guursa marka leeyahay waxay ka mid tahay waxyaabaha lagu magacaabo ee iisaarka meelaha ugu sareysa haddaba markii in yar uu nastay
بعدما ناله من أذى على قريش أو من أذى على يد قريش كدي مركي ديب وكسو قال قريش حتى شاء الله أن يتعرض لأقسى امتحان عرفه في حياته إله سبحانه وتعالى وحول الضوان امتحان كان أغو علوس أما أغو أذك إنه ليش يصامر إنه وجهه وأن يعاني أعنف تجربة لقيها منذ أسلم إيه إن ولكلمه وكل بتوضه تجربة وجود درم انت وصا اسلام ميدي صام مرتين ميدي وجود الرأي ده معناه عندنا بيقول ربنا يجي هذا الشيخة مدينة مركي سال له يميد وضدك الدجين وإن يرون لنا نستي هاي دين اللي يسكن نستور حلق قال إلين رفعت دير بالوجر إن راح يستي هاي إن يركي حواجع بسير خلاص يكو كداي قريش يكو إلها كاسو وذي أيا وحا كويمد امتحان كالأغوين ولي آم مريم oo ah kii ugu daraa oo ah noloshiisa soo mara. Imtixaanka marka muxuu ahaa? Fal nurhibi sam'a li qisati tilka tajrubati alqasiyati almurra. Haddaba dhagaha aan u raarinno qisada iyada ah ee iyadu xambaarsanayd tajrubada aad iyo aad u adagayd oo adkayd isla markaana qaraarayd. Maxaa dhacay? Intadaba rasuulu sallallahu alayhi wasallam marka qisada waa la noo sheegaya waa maxay qisadii ugu darayd acnafaha وأقساها وأمرها أسامر عبد الله بن جحش وش كانت القصة انتدب الرسول صلوات الله عليه ثمانية من أصحابه للقيام بأول عمل عسكري في الإسلام نبي يقول وياري سديت كاملة سحابي سوق وياري وهنا ربي أنه أدره أوبريشن كي ميلتري أوبريشن دقاق ميلتري كي يقول الرئيس الإسلام كأقاب غير سديد نن ورق رنتي العلوس حكي قان سيد الله دقالمو أباندوليال هليال ابن نبي السوق يارو مرك وحوي وحان كل دقاق دونا دقاق ملتري أو كي يقوه ري إسلام كو قلع مرك ملتري أبريشن مرك اللي قالين هوش مسهل وفيهم فيهم سديدا اللي سوق ياري يا كجرة عبد الله ابن جحش كو وحكى له كجرة وسعد ابن أبي وقاص أنين علوس ونائم من ضانا وقال مرك النبي روحي صلى الله عليه وسلم مرك سديد دود سوق ياري وشر إنتو سوق يار وربا إنه جوينك وكلا قيبي روحي لو أمرن عليكم أصبركم على الجوع والعطش وحن أمير إذن كجد جيا أمير وحن إذن كجد جيا كينا وجو صبر كبضن وقعد جدا وقت كيسي بضن هرات كان وقت كيسي بضن قف صبر بضن وجكسي بضن أو دلقات بضن بان المعرض أودي بيجي ثم عقد لواءهم لعبد الله بن جحش كدبنا على ان تودي عبد الله بن جحش فكان اول امير امر على طائفه من المؤمنين هل كاوي مركه مركه اللي اول امير هو نقض مركه امير كي اوغو هري امير لوغا ديغو كوخ مؤمنين ماشي اس مالك كاوي مركه هاي مركي النبي يقول لها كاله سو كاي كاله يغو سيده كدبنا عبد الله بن جحش يو هورينتن عينك جلي دونتا aan u rabo inaan u wakiisho in dhaqdhaqaaqa military ay ku dhaqaaqaan adaa baan duhileedihii ah adaa baan duhileedihii ah oo ah macna hoggaamiyeedi ah waa kan calanka adaa gacanta ku geli haddad ar-rasuul al-kariim li abdullah min jahfi wajhatahu nabigana wuxuu u sumadeeyay oo u soo dimay oo tilmaamay halka uu abaari lahaa wa aatahu kitaban warqad lahu dibay وأمره أن لا ينظر فيه إلا بعد مسيرة يومين يقولون إيه ورقد النقاض لكن ما إيجي كرتين ما فوري كرتين ما فيرين كرتين ما أقلين كرتين إلا لا مع الموض مسافة لا صعودة يعني مسافة لا مع الموض مركز سعوتين أمبات فوري كرتابة لي لكن هو إذا كان أذا كمسؤولة على أنكي واكن بنديرة دي واتن ورقد النقاض مركز سعوتين مسيرة يومين ما لا مع الموض لا صعودة مسافة إنت على طبعا انت كيلومتر انت مالك لو حددها ماشي دي كدي مركز فوري كتابة لي فلما انقضى على مسيرة السرية يومان الله مع الموت مركي كسو وريكتي دقاقة سرية طبعا اذا كان هذا اللي شو يري وماشي تيرم كو ميليتري وأديك سو توب سيكريت وي عيد اوك مركا ملا حتى بعض الصحابة ما اوغا سيو بعدين لما كان بحص لقى تشكيلي على كالة ديبة دقاق بالي مركي لا ما المطلوب السعودي ورقد نظر عبد الله في الكتاب فإذا فيه ورقد مساو كلا فرق محاكو قرن محاكو قرن إذا نظرت في كتاب هذا
ورقديدنا الطنا هذا إنها للرعد فامض حتى تنزل نخلة بين الطائف ومكة بقى إلا أتكتكتب ماشي اللغة مع النخلة ومن المقعد أقول حيث الطائف في مكة هل كدقبل فترصد بها قريش هل كوعي مرقشنو هل كوكات هل كوكورتي هل كوسك وهذه لي قريش هل كوكل بي وقول لك وقف لنا على أخبارهم أخبار تودن نوسو أقو قف على كذا استجمع يعني وسو أقو ولا تقف ما ليس لك به علم أي لا تتبع نوسو أقو وما أن أتم عبد الله الكتاب حتى قال عبد الله مركي وأقري كتابي وما يسترد والله يقول سمعا وطاعة للنبي الله ده ما قال يهجان سبب يقول رسول الله ثم قال لأصحابه أصحابي ومرك الله الله ودك للسعودي إلا وقد أن إساك سجارة لو نيبي وأن واحد سرعة وإكستريم كفيديتاليتي وضعتها تذكر إني لو ذاك أنا لما أقول مركي دنبو الله الله الصحابة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أمضي إلى نخلة لأرض سدى قريشا حتى آتيه بأخبارهم رسولك أيا إفري إن دقاق النخلة آذه وهلكي مكي طائف بحيث سي قريش أخبارته ذا أن أقع مرقشنا ذا أن إذين كانوا يعني أما النبي كان صلى الله عليه وسلم يعني حتى آتيه أخبارهم أخبارته ذا سي أموسو أوروليو مركا فريقا للدري كوحدا للدري وأن من مركا إنتليجنس أقابل سمو ودويو مركا سيكا لو دقنو دويو دلقل كوسا مينيسا راد عينيسا أخبارته ربطه إني سو أوروليو every bit of information نوع ضان وهم نقضوا مربع هذه دقدقات ودي رسول الله ويسوع صعدا ويزديارين يا لوجيستي جود انت سو لا يجيها دقال بين وصو وضان وحاصل دم اللي سو قد بيلا ربا انت مركو يلوري وقد نهاني عن أن أستكره وقد نهاني عن أن أستكره أحدا منكم على المضي معي رسول كان اللي ورقد هذا انت يا رب شيخ هذا ما وقر لكن ما حكوا قروا ورقد وقت ما استلم رسول كل حي كره يا بيت ان ان مد اني كان كمل ان خصبه ان كو خصبه انه الرعوه فمن كان يريد الشهاده ويرغب فيها ويرغب فيها فليسحبني افكي الرب انه شهيده اين كجد جنت هي صرع ومن كره ذلك فليرجع غير مذموم افكي كهانه انه هلكا كو دينته كو شهيدان halku ku yidhi waxa uu laabto oo cid haydartaynaysa oo ku dhagan oo dagaalaysa oo leh war khalad baad gashana ma waa shay optional ah idinka idin jirta ma diyaar ma u tihiin inaad iraacdaan oo jihad kale gashaan mise halkaas aad ku hareysaan taa waxay ka dhigan tahay marka ka dhig bal hadii intii la socoto ay dhihi lahaayeen ma yanagu diyaar ma inaan ku raacno aanu qolna kaliya inuu dhaqaaqo soomaa yani macna waa mission aad iyo aad u culus nabigana qofkaas isaga ma dhiibo mission commission aad iyo aad u daran فقال القوم ذلك لسع روحي لذن سمعا وطاعة لرسول الله إنما نمضي معك حيث أمرك نبي الله هذا ما قال إيه وقان سنبا نوقت إنقنا رسولك اللي وانقي سننا هل كي النبي كفرا أنه نآذنا نكح ثم صار القوم حتى بلغوا نخلة ويسعدان عيدا كي إلا إيه قارين نخلة وطفقوا يجوسون خلال الدروب ليترصدوا أخبار قريش وحين باللعبين إن يكون حوريجيان وكبد مركان من روندا أو كله خلال الدروب ما لها يودوي كده درب جوا وضل مرة سئ مرك أخبارتي وصوروا يان حق جاسي وريجين سيد طبعا لقي كان قف مركو حب وريجين يو والرب إنه حسور حوران صدق وحق أي حق أو كيانو نوعا ما أخبارته مركه وهو مريا نوعي بتولين سيستم حق آد محمد قال أخبارك مركة صوريا وفيما بينهم كذلك يجو مركة هوشة كجر مشين كفولين هذا قوار أورنتي يحطي اسكو جين تيلي كم مشقوصا أبصروا عن بعد المال فوق بوحي كأركان قافلة لقريش سفر قريش إلى ذهب قريشين سارم طبعا قافلة ذا تاسع لقوة ذا وميشو انجليش كو كاربان وكبه وصفر صعدة ويبو حنبارسين لوجيستيك بو حنبارسين هاي راشين بو حنبارسين هاي دكي بيع مشتركة ايا وحي سنبيا وحي ان لقهلين مكة ايا وحي لور راسدا
meelahaas iyo shaam halkaasaa laga soo qaada, halkaasaa la keena, oo dadka dabcan qofka bay mushtarka shaqadiisa wey. Kor bay meel fogba waxay ka arkeen safar raashin xambaarsan oo logistic xambaarsan oo qoryashu leedahay, fiiha 4 rijaal, afar ninna way la socdaan. Afartu waxay kalihiin hum oo kale ah: kow camr ibnu lxadrami, kow walxakam ibnu kaysaan, labo wcumaan ibnu cabdillaahi, saddex waakhuuhu lmugiira, iyo cumaanka kan walaalkii. Wamacahum tijaarat liquraysh, waxaa marka qolada ay sitaan oo ay wataan oo ay la safrayaan bay mushtar quraysh ay leedaho, fiiha juluud hargo, iyo wazabiib iyo zabiib marka ay dadku xiiseeyaan, iyo wanaxwaha iyo wixii la halmaala, mima kaanat tattajiru bihi quraysh, oo wixii qurayshu ay ka beec mushtari jirtay ah bay marka wataan. Dabcan waana waxyaabaha ugu qaalisan ee runtii haddii gacanta lagu dhigana ee runtii macno samayn kara. Cinda dalik akhada asaxaabatu yatashaawaruna fima bayna, saxaabadu waxay bilaabeen marka inay shawrayaan, way shireen shuura arrinkii laga galay. Wakaana alyawmu aakhira yawmin min alashhuri alxuram, markaana maalinkaas ay arkayaan safarkaa quraysh ee raashinka sida, waa maalinkii ugu dambeeyey bilihii xurmada lahaa, bilaha xurmada lahaa qur-aanku uu tilmaamay oo dhulqicda, dhulxija, muxaram iyo rajab, afartaa bil wey. Ina ciddat ashuhuuri cinda allahi 12 shahra fi kitaabi illah, ilaah uu tilmaamay waa afartaa bil wey. yowma khalaqa asamaawaati waalard, minha 4 xurum, afar bilood oo xurmad leh baa ku jira, afar bilood oo caagan oo aan dhiig la daadin karin, dulmi la samayn karin, oo qofkii kugu xadgudba xataa aanan loo jawaabi karin, bilo aad iyo aad xurmad u leh. Xurmadaana mushrikiintuna way xurmadayn jireen, islaamkuna xurmadaa wuu siiyey. Bilaha marka waa bishii ugu dambeysay ashhurulxurum, oo maalinkeedii yani waa maalinkii ugu dambeeyey wey, waa maalinkii ugu dambeeyey. Macnaheeda marka maxay tahay? Ciir quraysh safarka marka inaan loo bambixi karin soo ma, inaan la qoratayn karin, la hor istaagi karin, la furan karin, inuu naga ammaan halaway. Marka faqaaluu, marka waxay dhaheen, in qatalnaahum inama naqtulu fi shahri alxaraam, haddaanu dilno qolyahan aanu layno nimankan, marka waxaanu layno waqti ashahru alxaraam lagu jira bishii xurmada lahayd. Wa fi dalika maa fiihi min ihdaari xurmati hada ashahr waltacarud li sukht alcarabi jamiican, taana waxaa ku jirta marka in lagu tunto caganaanta ay leedahay bishan xurmada ay leedahay, sacredness weeye xurmada. Labo, iyo in arrinkaa uu noo keeno in aanu marka halis u noqonno inay carabuna noo carooto. Bishiina waa lagu tuntay min naaxiya, carabna markay maqlaan waa dad marka ul noogu tukubay oo xarash inoo hayay, qaladkeen uu markaa raadinayo. Markay arkaan nebi maxamed asxaabtiisii oo ku dhaqaaqay fal ah bil xurmad leh oo weligeed soo jireenahay oo xurmad iyo xishmad lahayd oo aan lagu degdegi jirin dagaal, dhiigna aan lagu daadin jirin, marka lagu fududaado halkaa marka carab oo dhan marka wixii ay rabeen weyn, yacni nin meeshuu rabo wuxuu rabaa aadu samayso wey. Wain ahmalnaahum xataa yanqadi hada alyawm dakhaluu fi ardi alxaram, haddii maalinkan aan faraha ka qaadno niraa bal aan u kaadinno ilaa beri beri, markaa shaqo laga qaban kara bishu way dhamaatay soo ma, taana waxaan ka baqayna xaramka inay galaan. Xaramka hadday galaan maxaa dhacaya? Waaslaxuu fii ma'manin minna, waa naga badbaadaya. Marka waxaa haysta laba mushkiladood, laba daraf baa haysta: sacredness, xurmad oo bishiiya oo zamankiiya, iyo xurmad oo makaankiiya oo meeshiiya. Marka haddii tii zamanka oo bisha ah ay ka aamusaan tii makaankaa sugaysa, marka labada xaaladoodba nimankan marka waxay noqonaysaa in faraha laga qaado. Marka waxay yidhahdeen ama inaan hadda nimanka gacanta ku dhigno, taana waxay nagu noqonaysaa bishii xurmadan inay meel kaga dhacno, ama inaan u kaadinno oo aanu ka daba tagno ilaa berri, waxayna dhacaysaa inay xagga galaan, maxaanu marka ka yeelnaa? Marka labada meel loo qaadaa la waayo. Wamaa zaaluu yatashaawaruun, waxay shuuraanba oo shuureeyaanba oo tashtaanba, xataa ajmacuu ra'yahum cala alwuthuubi calayhim,
وقتلهم وأخذ ما في أيديهم غنيمة وحال جوان كود كسو بيشرب نو كسو جنا من ذي يبقى جبدي روح النقضين إني من كمر كاه وير لو قاضي لله يو ويجي عن تأي كهستين وغنيمة أنا لا يصفرت وفي لحظات دقيقة الجذهد مرك لكن جوان كعلى القاتل قتلوا واحدا منهم مد بهرت كوكسية مسلمين تصميم وأسروا اثنين وأسروا اثنين لبنا ويسوت حاطين وسوق فاشل وفر الرابع من أيديهم كي أفرادنا عقب حكدي وكب حصل أفرتين من نوال الدلي لبنا أيوه النول بقى لسوق بطول لسوق فاشل منا عقب حكدي استاق عبد الله بن جحش وصحبه الأسيرين والعيرة متوجهين إلى المدينة عبد الله بن جحش أمير كي أها هي أني ممكن للسعودية أصحاب كي سي أها وحاي هرق وصاك حيستين لبدين نين أو يصوت حابتين إيوه عيركي اللي حوله إني ما كفرتان وشو جري جلودي هركيه عدا مكشي كين إن الزبيب كي وحلا وحي مركا مركا دوابته حمبار صناين كله يسوق حيستين فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مركي النبي يقول هذا مركي ووقف على ما فعلوه النبي قال وقاذي وحي أي سمايين إن بالحرمض له أي ضد اي لايان مركو النبي وقاذي صلوات ربي وسلام عليه استنكره اشد استنكار سب انبو النبي صلى الله عليه وسلم يعني سب انبو النبي وانكر وقال لهم مركز شكي النبي وسكر الله عليه والله ما امرتكم بالقتال انا وده ما فعل وانما امرتكم ان تقفوا على اخبار قريش لكن وحن الين ديراي اون ان امرين اخبار تيسو غاتان وأن ترصد حركتها دق دقائق وذن آت ها إيسو أغاتان إيماشا إمريان إنت سان إذن در لكن إن بحضان وضد صوال ليدان تا إسكم أغين وبشان بالحرمض له إن دافتان بأي نبي مركي سيدا أويلي كدب وهذا كان كلول وكويلي عبد الله بن جحش طبعا عبد الله بن جحش إن نبي سوء جعلي وحسالان معها مركا إن أضو اسمو ذا إن وح وناكسن صواقة بطي هذا نمركا النبي هل تكتي جوابتي كو إيمان إساي أي تهاي إن أد وحي بخلافتي وحوحي كد وان بعد كانت أعرف مركا آل وحنون كيس أوليه وأوقف الأسيرين حتى ينظر في أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بدين يلا صو قفاشنا هل أدن كودي وكي راح كذي إلا أمر ضمب وعرض عن العير فلم يأخذ منها شيء حولها لقى صفرت من قال هذا أنا النبي يسكد داي هل كاسو يسكد دي وحكى مقالا لأن غنيمة أصلها وحيتين لقاته لكن نبقى مقابل عند ذلك سقط في أيدي عبد الله بن جحش وأصحابه هل كان مركي مرسو ورغ بكين عبد الله بن جحش أصحابه وإيقنوا أنهم هلكوا بمخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان مركي وحي يقين سدان إن يكون هلاك سمين نبقى إن خلافين يعني مركو هرار فرحب دي ماشي كغاو صلاتين أيوة أسله مشيكي واد فوليسين هوش اللي من دروا سوق جدتين حوالات وصاد إنسان تتك مسلمين تا عدو إلهي بصوق قوتين يو إسله بروح لك المن تي أي في لين إن لو أما روح كدوانه إن الوجود جينها فيه قال أرن كان مرك حنوم بمركه كان وزاد عليهم الأمر ضيقا وزاد عليهم الأمر ضيقا وحأرن كجاسي درنا عيري كل كوكاني إن إخوانهم من المسلمين طفقوا يكثرون عليهم من اللوم dadki kale muslimiinta ayaa ayay ka dhamaan waayay maanta lan aad la daba taagan wa yazwarun anhum wa yazwarun anhum kullama marru bihim wani kasi jiisana markaas ay soo maran way qulun iyagoo leh khalafu amr rasulillah rasulki ilaha amrkis ay rasulka alle amrkis khilaf yani taa waxa kaga daran in saxaabadana ay boycott ku sameeyeen la la hadlay salaam alayhi markii maasha soo maran bal laga sii jiisanay مركز على كونه معرفتي رسول كأمر كسي خلافين ساسي فخوخة شرعية إسلام هو قبل كاوي قف مركز للتكوري إن لو قلت كورب إلهي بل لقي سموي أمر كسو لقي سموي فاتارك الصلاة متو كذو مش متحجبة تاسوي مركز ذلك كان مركز ذلك اللي قفوقي تي مركز حنوم بكو كانت وقد ازداد حرجا وقد ازداد حرجا على حرج حينما علموا وحين علموا أن قريشا اتخذت من هذه الحديثة ذريعة للنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حركة لهذا النظر يا متي وحوسي الدرن رسولك إني خلافان كو
iyo in saxaabadii iyo dad kale ay gooyeen laba waxaa kaga daran nimankii quraysh ah baa dhacdadan waxay ka dhigteen marmarsiyo ay nebiga ku durayaan marka dariica waa waddo iyo marmarsiyo ay nebiga sallallahu alayhi wasallam ku durayaan oo watashhiiri bihi bayna alqabaa'il ay marka ku ceebeynayaan ceebkiisa ay la dhex marayaan qabaa'ilka ilayhim fakaanat taquul iyagoo leh ina muxammadan qad istaxalla shahr alxaraam ninkii maxamed ah bishii shahr alxaraam xurmad bay agteeda ka leedahayna dhihi jiray tiibuuba xanishaba fasaka fiiha dam fasaka fiihi dam bishaa dhexdeedu dhiig daadiyey wa akhada almaal xoolihii buu marka la tegey wa asara arrijaal raggii buu qafaashay ninkii maxamed ah waatan intii harsaneyd waatan taana runtii waa dhib kale niman aan saan tilmaannay marka horeba raadinayay inay wuxuun bunda deebal wuxuun maaragtay qalad yar uun weak point keliya inay ka helaan oo maanta helay arrinka kan marka waxay u noqotay wax weyn ninkii maxamed ahaa gacan baa lagu hayaa hadalkaa markay dhaheen waxaa kaloo ku darsataa falaa tas'al can mablagi xusni cabdullaahi bni jaxsh waasxaabihi calaa maa farata minhum ha weydiinin buu yidhi yani wax la isweydiiye maaha murugta cabdullahi bni jaxsh iyo asxaabtiisa oo ay ka murgayaan wixii ka dhacay oo qaladan halkay ay gaarsiisan tahay wax la qiyaasi kara maaha walaa can khajlatihi min rasuuli illahi sal alayh wasalam iyo khajalka iyo yaxyaxa ay dareemayaan oo rasuulka sal alayh wasalam ay ka xishoonayaan lama awqacuuhu fiihi min alxaraj xiriiriga nebiga ay geliyeen dhibkan iyagaa u keena nebiga sal alayh wasalam nebiga miyaa qolyaha kan oo weligoodba nebiga necbanaa haddii maantana haddana ay heleen waxay ku marmarsiyoodan nebiga ay wax kaga sheegaan dhibkeeday marka leedahay nebigana culays bay ku keeneen iyaga culays bay isku keeneen bisha xurmada meel bay kaga dhaceen iyagii saxaabadii kala fogaa yacni intaasoo shay buu gal waana imtixaanka ugu weyn cabdullahi bni jaxsha noloshiisa soo marmar walama ishtadda calayhim alkarm markii kurbadu kusii daraatay wathaqula calayhim albalaa baladuna ku cuslaatay jaa'ahum albashiir yubashiruhum biana allaha subxaanahu qad radiya can sanicihim ilaahay xaggii waxyibaaba soo degay bishaaro sita oo u bishaaraynay inuu ilaahay raadi ka yahay nimankan waxay sameeyeen wixii ay laayeen iyo waxay ay dileen iyo waxay qaateen iyo xoolaha ay furteen kulli inay ku saxsiin wa annahu anzala calaa nabiyihi fii dalika qur'aanan qur'aanna uu kusoo degay cabdullahi bni jaxsh walidalika aayaad suurat albaqara ku jirto la aqriyo cabdullahi bni jaxsh iyo kooxdiisa si gaara ugu soo degtay waana aayadaha ee ku jira fii suurati albaqara ugu dhaadheer uuna tarkiibka adag wey haddaba haddii shalay intaanay aayadda soo degin murugdoodu murugtoodu cirka isku shareertay falaa tasal can madaa farxihim marka farxatii ha weydiinin inta ay farxadoodu marka kan gaari karto inuu ilaahay uu hadlo ilaahay uu yidhaahdo way saxsan yihiin oo ilaahay uu ku doodo iyadoon meeshiiday leeda waqad tafiqa annaasu yaqbiluuna calayhim mucaaniqiina mubashiriina muhanni'iin dadkii shalay salaanta kala garab marayay oo xoogaha isha saa ugu godayay ee huruufay uu garab marayay markii waxay bilaabeen inay ay markiiba mucaanaqaynayaan tafqalaynayaano oo u bishaaraynayaan u bogaadinayaan wahum yatluuna maa nazala fii camalihim min qur'aanin majiid iyo ku dul aqrinaya falka ay sameeyeen qur'aanka kusoo degay oo sharafta leh falaqad nazala cala nabiyi qowlu llahi calat kalimatuhu ee nebiga waxaa kusoo degay ilaahay oo raahdiisii ha kor noqotay weedha ilaahay subxaanah wa tacala ee kelimadiisii maxay leedahay aayaddu yas'aluunaka can ishahri alxaraami qitaalin fiih qul qitaalu fiihi kabiir wasaddu can sabiili illahi wakufru bihi walmasjid alxaraami waikhraaju ahlihi minhu akbar aayadda markiiba ilaahay subxaanah wa tacaala macnahaasuu nagay oo wuxuu leeyahy yas'aluunaka can ishahri alxaraam waxay kaa weydiinayaan bishii xurmadda lahayd ka badalo qitaalin fiihi dagaal dhacay badal ijtimaal baa lagu magacaa luqada carabiga dagaal iyo dirir iyadu dhacday dirir dhacday bishan shahru xaraam oo xurmadda iyo caaganaanta leh hortay ku weydiinaya qul waxaa tiraad u jawaab qitaalun dirir oo fiihi bisha dhexdeeda dhacday kabiir wax weyn wey layskuma hayo inay meel ka dhac tahay in xurmadda in lagu tuntay taa isweydiin male taa waa mid laakiin i dhegaysa haddaba wasaddun can sabiili illah waddada ilaahay dadka in laga hor istaago oo diinka ilaahay dhegaysan waayaan kow wakufrun bihi in ilaahay lagu gaaloobo saddex walmasjid alxaraami ay wasaddun can almasjid alxaraam masjid alxaraam dadku inay tagaan oo nabad ay ku tukadaan in la hor istaago wa ikhraaju ahlihi dadka meesha degan in la qixiyo meesha laga saaro oo minhu masjid alxaraam
ayaa akbar cind allah, taas baa ilaahay kiisa ka weyn badan. Waay adigu diiradda aad u saaraysaa falka kan ee qaladkan isla meel dhigin inuu qalad yahay oo midka keliya, intan hadda la sheegay oo ah ma aragtay waddada ilaahay in dadka laga hor istaago oo in ilaahay lagu gaalo oo masjid xaraam dadka ay geli waayo oo dadkiisa la qixiyo, intan fal maad fiirisaana tan keliya maxaa indhaha u saartay? Markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay walfitnatu ay shirk, shirkiga akbaru ka weynin badan min alqatl, dilka kan hal nin baa la dilay sooma ka shirkiga ku jirtaan ka war. Yani macna qur-aanka marka wuxuu adeegsaday waa waxa loo baahan, waana badanaana sida dhacda wey. Cadowgu waad aragteen maanta western media waa ku aragteen, waxaa laga yaabaa in isagu uu dad meelahooda degan inta loo tago uma dhan la qixiyo oo la barakiciyo oo wixii huba kii dhacay iyo kii cusbaa iyo wax walba lagu baroobeeyo oo rag iyo dumarba markaa kurka laga gooyo oo ummadda baaba laga dhigo. Laakiin fal yaroo ku yaroo maaragtay iska fududaaday uu sameeyo, kiibaa diiradda la saaraya. Inta leesh ma tandur liha naaxiya thaaniya, dhanka kale adigu ma micilis maaragtay kuwa muuqata sooma. Idan marka in hal issue single out uu noqdo keligii focuska la saaray dadku way yaqaanaan. Laakiin qur-aanka dooddu gala waxa weeye in la yiraahdo nacam taa isla meel dhignay fiihi kabiir, arrin weyn weye, laakiin kuwan ka war maxaa laga yeelaya? Haddaba hadday taagan tahay marka maxaa laga yeelaa kufriga dilka iyo shirkiga, shirkiga weyn badan baa leeyahay. Falamaa nazalat alaayaatu alkarimaat, markii aayadaha wanaagsan ay soo degeen, taabat nafsu rasuuli alkariimi salawaatu llaahi calayh, nabiga sal alla slam halkaasi nafsadiisu ay runtii ku degtay. Fa akhada alciyaara, ciirkiina wuu qaatay, wafada alasiirayn, labadii nin ee lasoo qafaashana wuu furtay iska sii daayay, waradiya can saniici cabdillaahi bni jaxshin waasxaabihi, falkii ay la yimaadeen nabiga raali uu ka noqday. Id kaanat gaswatuhum hadihi xadaan kabiira fi xayaati almuslimiin, gaswadaas iyada oo iska gaabagaabayda ah runtii oo iyada sida sirriyada ku baxday waxay noqotay xadaf dhacdo aad iyo aad u weyn oo runtii majaraha taariikhiga ah ee muslimiinta wax badan ka badashay. Waxay xadaf waxay dhacda aad iyo aad u weyn oo nolosha dadka muslimiinta soo martay, maxaa yeele waxay ahayd ilan aayadaha kusoo degay, waxyaaba badan baa yimid, adduunkii oo dhan baa isla kacay, dadkii oo dhan baa isla kacay, gaaladii baa nabiga sal alla slam marka afarta gees ka soo galay, marka ma sahlanayd. Halkaa marka waxaa ka qaadanaysaa, inta aanan sii gudbin waxaa ka qaadanaysaa mawduuca nabiga sal alla slam sirtiisu cabdullahi bni juxsh uu ilaaliyey, waxaad kaloo ka qaadanaysaa fadliga culayska iyo mugga uu ku leeyahay bayna asaxaab, waxaa ka qaadanaysaa nabiga sal alla slam saxaabadiisa uu yiqiin job description marka uu jiriyaa shaqo loo dhiiban, nabigu uu yaqaan cidda marka u dhiiban lahaa, qof kasale isaga ma yeero, iyadoo dad badan meesha ay joogaan. Waxaa kaloo haddana ka qaadanaysaa meesha saxaabata rasuulilahi sal alla wasalam waxa keliya dadku ay isku xiriiriyaan ama dadkii u kala fogaadaan inay tahay iimaankaas. Mu'min nebigu dhegaystay, dadka dhan waa soo dhoweynaya, nebigu dhegaysan waayo, dadka dhan way goonayaan. Wixii kacab ku dhacay arag oo noo iman doona markii uu ka daahay ama uu haleeli waaye ghazwat tabuk iyo wixii la mid. Waxaa kaloo halkan ka qaadanaysaa idan muslimiintu waxay ku khasban yihiin meel kasta oo la jooga media maanta waxyi kuusoo degaya markaa mala adigii ku difaacay. Laakiin waxaad u baahan tahay media xoog badan oo waxyi ku sameeya ma aragtay tafciil ku sameeya oo macnaheedu uu yahay markii afarta gees weerar uu kaaga yimaado ama muslimiinta dadka islaamofobiyaha qaba oo kale ama muslimiinta sida gaarka terrorka loogu sheego iyadoo wax shaqa ay ku leeyihin aanay ahayn ama meel uun iintooda un la baarbaaro inuu jiro miidii qawi ah dadka kalena waxooda sheegay idinku kaasaa samayseen kaasaa samayseen tamusaan bay ahayd oo jawaabi kara. Maxaa yeelay waagii hore saxaabata rasuulilahi sal alla wasalam halkaa waxaa jiri waxyi baa jiri waxyigaa hadlay lowla alwaxyu arrin kuma socdeen, laakiin innaga waxyi wuu noo dhammaystirmay. Mas'alo walba maanta timaaday, dhacdo walba maanta timaadana wixii loogaga jawaabi lahaa qur-aanka xadiidkii ku qoran iyo wixii tarjumi lahaa taariikhday ku qoranta, taana marka waxay u baahan tahay tafciil bay u baahan tahay oo activation in lagu sameeyo oo markaa la howlgeliyo. Intaa markay dhammaatay kadib ghazwadan iyada maxay reebtay? Kow, faghaniimatuha, ghaniimadii halkaa laga soo qaatay waxay noqotay awalu ghaniimatin ukhida fi lislaam, ghaniimadii ugu horreysay muslimiinta islaamka lasoo qaatay. Waxaan soo tilmaam waxaa jira waxa laleeyahay fay iyo ghaniima. Faygu waa marka inta dagaal iyadoon la gelin xoolaha laga soo furto cadowga. Ghaniima waxaa lagu maa marka dagaal la galo xoolaha laga soo furto cadowga.
مرمرka qaar ki waxaa dhici karta ghaniimo in la dhaho iyadoo labada walaaladiisa si tan oo kale inay dagaalka dhicin labo waqatiiluha qofkii halkaa lagu dilana wuxuu ahaa awalu mushrikin araaqa almuslimuuna dama mushrigii ugu horreeyay muslimiinta dhiiggiisa ay daadiyeen haddii lagu weydiiyo lagu dhaho waa goor muu ahaa markii ugu horreysay ee nin mushrika dhiiggiisa la daadiyay ghazwan baa sheegaysa haddii lagu yihi ghaniimadii ugu horreysay islaamka uu qaatana waa goor muu ghaniimada sheegaysa waxaa sheegaysa maaragtay غزودا وأسيراها أول أسيرين وقع في أيدي المسلمين لابد أن الأسواق فاشن وحا عندك يقوه الرئي المسلمين مسلمين أي صوت حابتين إذا نحن لها دين أول أسير قام مدعي غزوان باشيكس ورايتها على كيد بندير ذي ذنا أول راية عقدتها يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبندير ذي وقوه الرئيسي والنبي صلى الله عليه وسلم عندي سؤال جنود oo ay u dhiibtay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi cabdullaahi majaxsh marka cabdullaahi majaxsh wuxuu noqonayaa ninkii ugu horreeyay loo dhiibay bandiiradanna waxay noqonaysaa tii ugu horreysay ayib waamiiruha cabdullaahi ibnu jaxsh awalu man duciya bihi amiir lmuminiin amiirkeedana wuxuu noqonayaa amiirkii ugu horreeyay ama qofkii ugu horreeyay amiir muminiin marka lagu magacaabo maxaa kuu soo baxay marka waxaa kuu soo baxay in ay leedahay firsis aan horay loo aqoon hadday noqonay haniimadii ugu horreysay mushrigii ugu horreeyay la dilo asiirkii ugu horreeyay lasoo taxaabto calankii ugu horreeyay la dumo markaa nabiga uu gudbiyo iyo cabdullahi ibn juxash inuu noqdo amiirkii ugu horreeyay uma jaat uma kaanat badr intaa markii ay dhammaatay kadib dagaalkii badr baa yimid faablaa fiiha cabdullahi ibn juxash min kariimi albalaai maa yaliiqu biimaani cabdullahi ibn juxash wuxuu muujiyey wacdaro u qalma iimaankiisa intuu gaari karaa lagu arag yani in dagaalka qofka suu u dagaalamo waxay ku xirantaa haddii iimaankiisu intuu gaarsiisan haddii nifaaqii uu ku jirana halkaasuu ku dhuumanaya oo dadka ugu horreeyay soo jabuu la soo firxanaya hadduu mu'min yahana uuwa sii socon nafsadiisu waa rakhiis uma ja'at uxud ba haddana timid dagaalkii uxud baa yimid fa kaana licabdillahi min jaxshin wa saaxibihi sacd ibn abi waqaas macaha qisatun laa tunsa cabdullahi ibn jaxsh iyo nin saaxiiba ay ahaayeen sacd ibn waqaas oo qisadii si gaara noogu iman doonta waxay halkaa waxaa la soo gudboonaatay qiso iyo dhacdo aan la halmaami karin falnatruki alkalaama lisacdin liyarwi lana qisata waqisata saaxibi sheekadan waxaan u daynaynaa buu yidhi sacad inuu noo wariyo oo noo soo tibiyo wixii qisadu waxay ahayd isagii saaxiibkii maxaa la soo gudboonaaday qisadan marka waxay dhacday qaswat eesh uxud qaala sacd ibn abi waqaas hadlay wuxuu yidhi lama kaanat uxud dagaalkii uxud markii la gaaray laqiyanii cabdullahi ibnu juxash waxaa ila kulmay cabdullahi ibnu juxash oo saaxiibkii ahaa waqaala wuxuu yidhi alaa tadcu llaha miyaadan ilaahay baryay miyaadan ilaahay baryay qaala wuxuu yidhi balaha ilaahay aan bar ilaan dagaalkii hadda la gelaya ilahay wax la weydiista wey janna maa rabta maxaad u baahantahay miciyaal aad ka tigi ma business isku dhex yaaci doonaa jira markaad dhimatid ilahay wuxun la weydiisto fakhalawna fii naaxiyatin bi meel gaaro docan intaan u baxno geesa oo dadkii intaan ka dhex baxnay fadacuut markaasaan ilaahay anugu baryay faqult sacad baa leh anugu ilahay baan baryay maxaan ku baryay wuxuu marka ilahay ku baryay noo sheegay oo subxaana wa tacaala weydiisay yaa rab baan ihi rabbiyow idaa laqiitu alcaduwa cadowga haddaan la kulmo falaqinii rajulan shadiidan ba'su ilaahay waxaad ila kulan siisaa nin xarbadiisu daran tahay nin aad u adag shadiidan xarduh caradiisuna aad u daranta yani nin xoog badan oo dagaalyahana haddana cara ku darsaday uqaatiluhu aan la dagaalamo wayuqaatilunii isna ila dagaalamo uma rzuqnii addafra calayhi kadibna rabbi waxaad ugu arzuqdaa inaan ka adkaado xataa aqtula inaan kow ka siiyo wa aakhuda salba waxa uu watana aan ka furto oo xoolo ah intaasaan ku ducaystay bil فأمن عبد الله بن جحش على دعائي عبد الله بن جحش انه يقول آمين يسكي يتاغين بي أنا دعائي ولا ما طيب ثم قال عبد الله بن جحش بقى السوق قال بدعي سنة يا مكة فقال اللهم ارزقني إلى محن كويدي سنة يا إنا دي يهور كين تدعو ارزق دي رجلا شديدا حرده من آد عربا شديدا بأسه دقال كيسة يحرب دي سنة درنطه أقاتله في أذيك ضرطان عن الله تعالى ويقاتلني إسنا إلى تعالى ثم يأخذني كدمنا إن تسائقته فيجدع أنفي سنك رف إغسية وأذني دكتنا رف إغسية فإذا لقيتك غدا
هدان بري كل كلمة يوم القيامة قلت أنا راضو ومركي اللي ويدي قلت أنا فيما جودي عن أنفك وأذنك هدي اللي ويدي ودك تاري سنك محلو قوي محلو قوي فأقول أنا راضو فيك وفي رسولك هذه قدرت على إله سنك دكتن رفلو سيستي يعني سنك كم إيو دكتبه فتقول مركز الدهديد بيقول صدقت يعني إلهي سبحانه وتعالى إذا صدقت رمبا شكتي. قال سعد بن وقاص لقد كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي بريدي وعبد الله بن جحش إلهي وبريدي تيري ويكون أكسنيت أو تيسا أكسنيت فلقد رأيت آخر النهار دقالك مركو السعودي مركي قبل كأول عين وقابس وهال ممكن لتجي ماشي أيام وحن أركبين وقد قتل ومثل به ير انتل الدلي لجرجري وإن أنفه وأذنه سنكي سيدكتي سنة لمعلقان على شجرة بخيط انت حرك لصاق الطيب يضن بعض الولح حرقيت هالكاس على الصري انت إلهي سبحانه وتعالى ويجي سوها لك الضب استجاب الله دعوة عبد الله بن جحش إلهي وأجيب بريدي عبد الله بن جحش فأكرمه بالشهادة وهو إلهي ويجي سنة وهو كرام كما أكرمها بها خاله سيد الشهداء سيد أبتي أو سيد شهداءها وهو إكرام حمزة بن عبد المطلب هل كان مركو حكاجة موقضة إن صادق يعني بمعنى قال مركو صادق يا هاي وحا وشيغي عرب كي سيد أبتي سوح وعيش وفقصيهين سيد إلهي دعاء وأقبله أنت سوي جست يعني معنى دعوه نبا حليه إلهي حتى هل يدلمه وعرب حنوك إنه دميو سن لجري يدق لجري ويوم القيامة كل يوديو وصن كاي يدق تاد محا رف لو سي إلا وادي قدرتا الرسول كاي قدرتي سوحا لو سمي كدي من إلهي رمبا شكت دعال انت سوي دي سوي سعد بن وقاص مركو كل شيء كينجي وحير مالين كاو إشتقع يحير كان دعاؤه أخيرا من دعائه فواراهم الرسول صلى الله عليه وسلم معا في قبر واحد إسجي أبتي حمزة مالين كاس نبي قال له روحوا كو أسطر وكو حبالها القبر بو صديق وأن صلى الله عليه وسلم dadkii shahaadadii Uxud in qabuurta iyagoo maaragtay koox koox la isugu halka la isugu keenay maadaama meeshu iska yaray wadumuuhu at-ta'iratu at-tahiratu nabiga sallallahu alayhi wasallam illi intii sa taahir ka ahna turawi tharahuma ay qoyso ciidoodaas al-mudammakh iyada lagu carfiyey bi tuyubi ash-shahaadati shahaadada udgoonkeeda caqalkeeda lagu carfiyey raba inuu yiraahdo يعني لو كان مركي سادتك الله دقي او لو حبالي نبي نقول الميني صلى الله عليه وسلم هل عبد الله مجحش بقى كدير او ايدي اي دشي او سيدي او نينكي او كوكال صوانا هل كان نوحا كدير ما عرفتي حمزه بن عبد المطلب بقى كدير مركي ما سهلنا ويلي يبتدي بقى هلك كدير ماشي مركي سال الله دقي نبي صلى الله عليه وسلم مركي وكد الميني اللي انت هسا او صوت بعضنا صلوات ربي وسلام عليه هل كان يعرفيني سي ليجي شهاده هلك كدير صدنا يسالون عطر كيس وتقوم كيسو لها وبالله التوفيق ما انت